بعد تحرير مديريتي الخوخة وحيص يدق الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في الساحل الغربي أبواب الجراح، المديرية التي تبعد نحو 20 كيلومترا عن شمال مدينة حيص وتقع على الطريق الرئيسي الرابط بين محافظتي الحديدة وتعز. قوات الجيش الوطني تواصل تقدمها الميداني في هذه المديرية بإسناد جوي من مقاتلات التحالف بعد أن فرضت حصاراً على بعض قرى المديرية من بعض المحاور باتجاه مركزها، وهي المحور الشرقي بمحاذاة السلسلة الجبلية التي تشهد تبادل للقصف المدفعي. ومن جهة الجنوب تقدمت القوات بعد تأمين مديرية حيص وسيطرت على عدد من القرى وأصبحت على بعد 10 كيلومترات من مركز الجراح. تطويق مديرية الجراح خطوة يعدها مراقبون خط البداية للتقدم والتوغل فيها، والتي بتحريرها ستكون قوات الجيش الوطني في الساحل الغربي قد سيطرت على 3 من أهم المديريات التابعة لمحافظة الحديدة. ما يحدث على الأرض هنا يأتي تزامناً مع تعديلات شملت قيادة المنطقة العسكرية 5، إذ أصدر الرئيس هادي قراراً بتعيين اللواء يحيى صلاح قائداً للمنطقة، وهو أحد الضباط الذين شاركوا في تأسيس المنطقة العسكرية 5 في نهاية 2015، حيث تولى قيادة اللواء 105 مشاة المرابطين في مدينة حرض. وبحسب موقع الجيش الوطني فقد تعهد قائد المنطقة الجديد عقب ساعات من قرار تعيينه باستكمال عملية تحرير المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا واستعادة مدينة الحديدة.